اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. اهلا اهلا بيكم النهارده في الحفله بتاعتنا الفظيعه. النهارده هنعمل ستاند اب كوميدي وهنقول لكم بقى نكت كتير قوي قوي قوي، اتمنى ان هي تضحككم. وبليز اي نكت تعجبكم بليز بقولوا لي ان هي عجبتكم. نبتدي بقى معانا اول نكته. انا عايزه اسمع بس الاول تسقيفه جامده جدا. ده ستاند اب كوميدي فظيع. هقول لكم بقى اول نكته. مرة واحد عصبي جدا 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 راح عند دكتور السنان وراح قال له ايه، ضرسي ده بيوجعني قوي، فشيلهم لي كلهم وخلوا لي زي الكلب لوحده. مرة بقى جالها جفاف نزلت لمن بودرة. اقول لكم نقطة تانية. مرة طبق ميتين بيعدوا الشارع، واحدة بتقول للتانية ايه، حاسبي ايه العربية، الاتنين اتبعثوا. ونقطة تانية معانا. مرة قطة وكلب اتجوزوا، خلفوا كلب مقطط. وبعدين مرة معلش يا جماعة انتوا بتضربوني بالطوبة ليه؟ لدرجة دي دمي مش خفيف؟ طب انا خلاص انا اسفة، انا هطلع واحدة تانية. معلش يا جماعة احنا اسفين جدا على الفترة الاذاعية اللي فاتت. النهاردة بقى دلوقتي خلاص احنا خلصنا فقرة الستاند اب كوميدي، وهنسمع بقى واحدة هتغني لنا اغنية تعجبكم جدا. ايه رأيكم بقى في الفكرة الفظيعة دي؟ عايزة بقى تسقيف جامد اوي. مستعدين؟ هغنيلكوا بقى أغنية في البحر سمكة، أكيد طبعا كلنا بنحبها. في البحر سمكة سمكة بتزق، سمكة سمكة عالشط واقف صياد بشبكة. عجبتكم صح؟ انا عارفه ان هي اكيد اكيد لازم ان هي تعجبكم. انا عايزه اسمع السقفه الجامده يا جماعه، عشان انتوا محدش فيكم خالص بيسقف لي، ولا في الاخر هتضربوني بالايه، بالطماطم زي الايه البوست اللي فات. اتمنى يا صحابي تكون الفقره دي عجبتكم. معانا بقى اخر فقره، فقره الايه الساحر. هتعمل لنا بقى تاني سحر جامد جدا وهيعجبكم قوي. مستعدين؟ واحد اتنين ثلاثة. ووهو، اهلا بيكم في فقرة الساحر. النهاردة انا هعمل لكم بقى سحر جامد جدا هيعجبكم قوي، بس تمام على قدر عيب الاطفال عشان تعرفوا ايه هو. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فظيع عجبكم، بليز قولي لي في الكومنتات رايكم فيه، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.